روضة ومدارس قرطاج الدولية الثانوية، مدرس مادة العلوم. اليوم راح تكون حصتنا إن شاء الله للصف السابع من مادة العلوم، الفصل الثالث من الوحدة الخامسة، وهي بعنوان طرائق انتقال الحرارة. طرائق انتقال الحرارة. طرائق انتقال الحرارة، هنالك ثلاثة طرائق مرسومة بالمخطط التالي: طريقة الحمل، عفوا نبدأ بالتوصيل، التوصيل من ثم الحمل ومن ثم بالإشعاع. هذه الطرائق الثلاثة التي تنتقل فيها الحرارة: التوصيل، الحمل، والإشعاع. سوف نقتصر في هذا اليوم شرح طريقة واحدة من هذه الطرائق، ألا وهي طريقة التوصيل. التوصيل، كيف تتم عملية انتقال الحرارة بطريقة التوصيل؟ لو فرضنا في هذا الشكل، هذا قضيب على سبيل المثال من النحاس، ملعقة، أي مادة فلزية صلبة. طبعا نحن نعلم بأنه توجد جزيئات ودقائق لهذه المادة وتكون متراصة مع بعضها البعض بهذا الشكل، وهذه الجزيئات تشكل عندي قضيبا من النحاس، قضيب نحاس. الآن دعنا نأخذ رسم توضيحي أوضح بحيث أنه نباعد ما بين هذه الجزيئات حتى يتم الشرح لهذه الطريقة، ألا وهي طريقة التوصيل. لو كان هنا مصدر حراري تم تسليطه على هذا القضيب من هذه المنطقة، في المنطقة ألف، وعندي المنطقة نهاية الطرف الآخر للقضيب منطقة باء، لأن هذه الجزيئات القريبة من المصدر الحراري تبدأ باكتساب الحرارة، تبدأ باكتساب الحرارة. هذه الجزيئة على سبيل المثال اكتسب حرارة، عندما يكتسب حرارة يهتز هذا الجزيء فيلامس الجزيء الذي بجانبه فيفقد جزء من هذه الحرارة إلى هذا الجزيء، فيفقد جزء من هذه الحرارة إلى الجزيء الذي بجانبه. لأن مصدر الحرارة ما زال مستمر، فما يفقده من هنا يكتسبه من الطرف الآخر، فيسخن هذا الجزيء. عندما يسخن هذا الجزيء وتصبح طاقة الحرارية عالية يهتز فيصطدم بالجزيء الذي بجانبه فينتقل جزء من هذه الحرارة إلى الجزيء الثالث، وما يفقده من حرارة هذا الجزيء الثاني، ما يفقده من حرارة فلأنه يؤدي إلى اكتسابها من الجزيء الذي قبله. لأن لنأخذ هذه الثلاث جزيئات على حدة برسم أكبر لتوضيح الصورة، هذا الجزيء الأول وهذا الجزيء الثاني وهذا الجزيء الثالث، تم أخذهم من هذه الصورة لكي يتم توضيحها بصورة أكبر. هنا مصدر حراري، هذه الجزيئات موجودة داخل القضيب النحاسي. الجزيء الأول يتعرض للحرارة، يكتسب طاقة حرارية عالية، يسخن فيهتز. عندما يهتز يقوم بنقل جزء من حرارته إلى الجزيء الذي بجانبه، وما يفقده من حرارة يكتسبها مرة أخرى من المصدر الحراري، ما زال يعمل. يبدأ هذا الجزيء بالتسخين، يسخن فيكتسب طاقة حرارية عالية فيهتز فيقوم بفقدان جزء من حرارته إلى الجزيء الذي بجانبه، وما يفقده من حرارة التي يعطيها للجزيء الثالث يتم اكتسابها من الجزيء الأول، لأن ما زال مصدر الحرارة موجود، وهكذا. والجزيء الثالث يعطي الرابع فيهتز فيعطي الخامس فيهتز إلى آخره، حتى نصل عند آخر جزيء من القضيب النحاسي في هذه المنطقة عند النقطة باء.
لذلك يتم انتقال الحرارة بهذه الطريقة بطريقة التوصيل من الطرف ألف إلى الطرف باء. لكن هذه الطريقة تحتاج إلى وقت زمني طويل. تحتاج إلى وقت زمني طويل. الدليل على ذلك، لو أحضرنا قضيب نحاسي ووضعناه على حامل، وهذا قضيب نحاسي، وقمنا بتثبيت بواسطة السيليكون دبوس في المنطقة A1 ودبوس منطقة 2 ودبوس في المنطقة 3، في هذه المناطق، وجعلنا الآن هنا مصدر حراري، وبدأت عملية التسخين لقضيب النحاس من الطرف ألف. ماذا تعتقد في نظرك؟ أي الدبابيس الثلاثة سوف يسقط أولا؟ الدبوس الأول أم الثاني أم الثالث؟ الآن هذه الدبابيس مثبتة في القضيب النحاسي بمادة السيليكون، أي أنها إذا تعرضت للحرارة سوف تنصهر وبالتالي تسقط، ويسقط ما هو محتوى فيها من الدبوس، المقصود فيها الدبوس. يعني عند عملية التسخين تبدأ انتقال الحرارة كما شرحنا سابقا من الجزيئات، من الجزيء إلى الجزيء، من الجزيء إلى الجزيء، حتى تصل المنطقة رقم 1، تبدأ عملية التسخين. فأول دبوس سوف يسقط في هذه الحالة هو الدبوس رقم 1. بعدها يتم انتقال الحرارة بواسطة الجزيئات بالاهتزاز والطاقة الحركية، اهتزاز طاقة حرارية، اهتزاز طاقة حرارية، اهتزاز، حتى تصل إلى المنطقة رقم 2، وبالتالي تسخن مادة السيليكون ويسقط الدبوس الثاني، وهلم جرى إلى أن تصل إلى المنطقة رقم 3، حيث يكون قد وصل التسخين إلى المنطقة 3 فيسقط الدبوس الثالث هو الأخير. إذا السبب سقوط الدبوس رقم 3 متأخرا عن باقي الدبابيس يعود أن المنطقة 3 بعيدة جدا نسبة إلى 1 و2 عن منطقة مصدر الحرارة، عن منطقة المصدر الحراري. لاحظوا أن المصدر الحراري أيهما أقرب للمصدر الحراري، الدبوس رقم 1 أم 2 أم 3؟ نعم، هو رقم 1 هو أقرب الدبابيس إلى المصدر الحراري، فهو أول دبوس سوف يسقط. لذلك كلما اقترب المسافة أو قلت المسافة بين مصدر الحراري والدبوس رقم 1 كلما كان الوقت أقل لسقوط الدبوس. إذا هذا استغرق 5 دقائق فهذا احتمال يستغرق 10 دقائق، هذا يستخدم 15 دقيقة. إذا تحتاج إلى وقت طويل، فكلما بعد الدبوس عن مصدر الحراري كلما احتاج إلى وقت أطول حتى يسقط الدبوس من مكانه. هذه هي آلية وطريقة انتقال الحرارة بواسطة التوصيل. الآن سوف أكتب ما تم سرده وشرحه بطريقة مرخصة حتى نستعين بهذه المعلومات حين دراستها والمراجعة إليها. إذن نستطيع أن نلخص ما سبق. طريقة التوصيل، يحدث التوصيل في مواد الصلبة الموصلة للحرارة، ونقصد بالموصلة للحرارة أنها تكون مادة فلزية صلبة كما ذكرنا مثلا النحاس. آلية انتقال الحرارة بالتوصيل، الآن سوف نكتب بالتلخيص ما حدث لقضيب النحاس قبل قليل، أنه تكتسب دقائق قضيب النحاس طاقة حرارية، وهذه الدقائق تكون وين؟ قريبة جدا من مصدر اللهب أو المصدر الحراري، فتهتز هذه الدقائق وينتقل جزء من طاقتها الحرارية إلى الدقائق المجاورة لها، فترتفع درجة حرارتها، اللي هي الدقائق المجاورة ترتفع درجة حرارتها فتهتز وتنقل جزء من الحرارة إلى الدقائق المجاورة لها، وهكذا حتى يسخن قضيب النحاس بالكامل. الآن في عندي سؤال هو علل، يحتاج انتقال الحرارة بالتوصيل إلى وقت أطول حتى يصل إلى آخر جزء من قضيب النحاس.
لماذا؟ لأنها الأبعد عن مصدر الحرارة. لأن كما ذكرنا سابقا أنه كلما ابتعدنا عن مصدر الحرارة احتجنا إلى وقت أطول لانتقال الحرارة بطريقة التوصيل. وقد صنفت المواد حسب توصيلها للحرارة إلى ثلاثة أنواع: مواد جيدة التوصيل وهي المواد الفلزية الصلبة مثل الحديد الألمنيوم والنحاس، ومواد رديئة التوصيل، ومواد عازلة. ومواد عازلة. الآن انتهينا من شرح طريقة التوصيل لانتقال الحرارة، والحصة القادمة إن شاء الله سوف يتم شرح طريقة الحمل. وإلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.